منورين تلفزيون اليوم السابع ودايما متألقين ودايما اي ريد كاربت بتدخلوها يعني بتبقى العين عليكم. بتخافوا من الحسد؟ اكيد الحسد وارد في القرآن، ولكن الانسان بيحصن نفسه وربنا سبحانه وتعالى هو الحامي. كلموني بقى النهارده، انتم طقمين انتوا الاثنين ان بلاك، لابسين اسود. بالصدفه والله، بالصدفه مش قاصدين. حكي عليا يا جمال. هي بالنسبه لها بالصدفه، بالنسبه لي انا مش بالصدفه، ببقى بغش كده بشوف هي ايش بدها تلبس عشان احاول اطقم معها. حريص برضو. طيب كلميني النهارده عن تكريمك في البدايه، الف مبروك، ويعني احساسك ايه بما ان الجمهور اختارك للتكريم؟ مبسوطة طبعا جدا، بشكر كل الناس اللي صوتت لي، بشكر ديار جيست، ببارك لكل زمايلي المتكرمين، ويعني فرحة كبيرة، ما فيش أحلى من إن الفنان يتكرم، أكتر حاجة ممكن تسعده أكيد. أنت بقى إيه رأيك في موضوع التكريم ده؟ بتدعمها دايما كده؟ أنا مبسوطة بيك قوي الصراحة. أنا مبسوطة. أنت بتدعمها إزاي بقى، وشايف التكريم النهاردة إزاي بالنسبة ليها؟ شوفي، هو التكريم جميل عشان بكون النتاج تبع عمل شاق ومجهود، وبعدين الناس المشاهدين ما بشوفوا قديش الفنان بيتعب على نفسه أو بيتعب في دوره، قديش بيعاني، وحلو لما يلاقي تكريم من الجمهور، خاصة في مهرجان كبير له قيمة وله مكانة زي دير جست، وخاصة لما تكون جائزة من الجمهور في جائزة تبع جمانة. أما دور الرجل فأكيد أي رجال لازم دايماً داعم لي، أكيد يعني طبيعي، وسند لي بصراحة وبيشجعني، ودايماً عايزنا أشتغل وأبقى ظاهرة وكده، ولي ما تبقيش كسولة. في كسولة يا جمانة؟ لا بس بحب أنتخ شوية. شويتين. طب ما تحكي لنا كده عنها في موضوع الكسل ده، قول. طيب قبل ما تمشوا خلوني اسالكم، هتعملوا ايه في راس السنه، وتقولوا ايه الجمهور تلفزيون يوم السابع بمناسبه السنه الجديده؟ في راس السنه قاعدين مع الفاميلي، يعني هنحتفل مع العيله وكذا وهذا، ويوم السابع طبعا بنوجه تحيه لكل جمهور اليوم السابع. يوم السابع على فكره بوجه تحيه اليوم السابع. لا لا لا، على اساس دايماً لا لا، اسم كبير واسم عريق وله وضعه مش بس في الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم العربي وفي جميع القطاعات الفنية والسياسية والاقتصادية، فتحية وشابو، ويا ريت كل الناس يحزوا هالحزو. أشكركم جداً.